الأخ أبو جمالة من العراق يسأل عن الصلاة على السجادة السميكة. السجادة السميكة إذا كانت سميكة سمكا لا ينتهي كالسفنج مثلا، بمعنى إذا سجد الساجد لا يجد حجم الأرض إذا سجد، بل كل ما ضغط مشت يداه إلى أسفل، فهذا عامة الفقهاء على أنه لا تصح الصلاة على هذا، حيث إنه لم يسجد السجود المطلوب، وهو أن يمكن أعضاءه من موضع سجوده، أن يسجد على سبعة أعظم، فلم يتمكن من ذلك لكوني كلما ضغط مشى، وهذا يتحقق به المطلوب، مثل الذي يسجد على سفنج مثلا. لكن إذا ضغى أو حتى على زراعة كالثيل العشب أو الكلى ونحو ذلك، لكن إذا سجد بحيث أنه يجد حجم الأرض إذا ضغط فهذا لا بأس به. أما إذا كان لا يجد حجم الأرض، بمعنى أنه كل ما ضغط مشت يده إلى 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 سفل، فهذا في قول جمهور الفقهاء لا تصح الصلاة على هذا، لأنه لم يسجد على الأرض. أحسن الله إليكم شيخ.